بالنسبه لرمضان كيف ما تعودوا معايا الجمهور، اكيد ان شاء الله غيكونوا عندي يعني على حسب طلبهم، يعني وصفات بعض المرات، بعض الطبخات ديالي. وهذا العام ان شاء الله يمكن شي حاجه صحراويه نبينها لهم، والمفاجاه الاكبر ان شاء الله غتكون ان شاء الله حتى العيد، يعني غيكون الكليب جديد واللون جديد في الغناء وجديد عليا، غيكون فيديو كليب رائع جدا باذن الله، ربي يوفق. وبالنسبة للجديد كذلك اللي هو غادي يشوف واحد مفاجأة كبيرة عندها علاقة بي ولكن بعيدة عن الفن. كان وجد سلو بيدي، تشبكي بيدي، البريوات بيدي، خبز معمر بيدي، الملاوي بيدي، الحريرة ديالي سبيسيال. إن شاء الله هاد السنة غنحاول ندير لهم واحد الحسوة فيها تقريبا شي 6 ديال الأنواع ديال البلبولة، غادي تكون بالفوة وغادي يكون فيها أعشاب صحراوية رائعة. الحسا، الحسا الأحمر كيعجبني، الحسا الأحمر ديالنا ديال الصحراء، حساء الصحراوي كيتصاب من الشعير، كاين كل لون ديالو أحمر. و بيان سور التمر بغيت ندير واحد العجوه ديال التمر ونعمرها وسط التمر، يعني نخلطها بالتمر معجون وندير فيها السانوج وندير فيها زريعه الكتان وندير فيها الزنجلان. الناس اللي ما كيتحملوش ياكلوا هاد الاشياء بوحدها، وغنعمر في التمر باش نبقى ناكله كل نهار، يعني غناكل تمره ولكن غناكل معها بزاف ديال الفواكه. انا كنفيق بكري لانه عندي الوليدات صغار، ليليا ما شاء الله كتفيق لي مع 6 ديال الصباح، حتى لو معايا الناس اللي كيساعدوني ولكن ضروري كتجي عندي. بالنسبه لطقوس رمضان او يوميات رمضان، كنفيق كنقضي شنو خاصني نقضي، يعني في المارشي كيعجبني ندير كل نهار المارشي، يعني ما كيعجبنيش نشري ونستوكي في الفريغو، كنكره الفريغو. ويمكن كاع نقرر يبقى عندي فريغو صغير صافي باش يبقى كل شيء، لانه اكتشفت حتى الطياب يعني ديال اي حاجه كتبقى غير في الفريغو مخزنه مخزنه مخزنه، كتمشي الجوده ديالها وكتمشي الفعاليه ديالها. فهاد العام بما انه تبارك الله شفتو اني بلونش دازت، وهذا عندي بزاف فاش نتلاها، زائد هذيك المفاجاه ما غاديش تخلي لي الوقت نهائيا. طبيعة الحال كنستغنى عنه في رمضان، لا مكياج حتى في حياتي اليومية، يعني خارج البيت يعني إلا كان عندي بحال هكا لقاء كنبغي نلقى جمهوري وهذا، ولكن بالنسبة لي في الأيام العادية أو في خرجاتي أو طلعتي يعني برا الدار دائما بدون ميك اب. تبارك الله المطبخ المغربي غني بالوصفات، وزائد هذا العام قلت لك سبيسيال ان شاء الله غادي تشوفوا فيه مفاجات، وخاصه كذلك انه في وصفاتي اللي كندير في المطبخ ديالي غادي تشوفوا فيها بزاف ديال المسائل والاشياء والمفاجات من عبق الصحراء. شنو كانوا كيقولوا لي عندي 60 عام ولا؟ حيت كيشوفوني بالملحفه وكيشوفوا تصاوري القدام من حقهم، لانه انا فعلا كنقول على راسي كنت كنبان كبيره في تصاوري القدام، عندهم الحق انا ما غنلومهمش. تصاوري القدام كنت في زائده في الوزن، هذا الشيء بالعكس خاصهم يستافدوا منه، هذا الشيء خاصهم يعطيهم الطاقه ويعطيهم الشجاعه انهم اول حاجه السن رقم، العمر هو رقم فقط، انه العمر انا الان كنبان اصغر من اللي كنت في 2008 و2007 و2006 وصغر من راسي من اللي كنت في 2014 و2011 و2012، وتبارك الله ثلاثه الوليدات والله يعطيهم العمر ووصلوا لل40 ويكونوا بحالي هكا. انا غيرت من طريقه مكياجي،
كنت كندير بزاف ديال الماكياج، كنت ندير الكحل بزاف، كنكبر الشفور حتى لهنا، الشفار حتى لهنا، واخا كنماكل راسي كنت، ولكن الان كنعتبر نفسي انا الحمد لله كيف ما كان الحال انا احسن وراضي على نفسي، والثقه بالنفس والرضا عن النفس كتخاد ما كتعطاش وتكتسب، انت كتكتسبيها من نفسك، ومن الضعف تصنعين القوه، هذا مثالي دائما. والله العظيم أكبر قلب سموح ممكن تشوفيه في حياتك، قلبي فيه من الحب اللي ما مخليش لي قد هاك ديال الكرة، ما تربيتش على الكرة، تربيت على حب الناس، تربيت على الله يسامح، تربيت بزاف ديال الحوايج أنا، ولكن هناك خطوط حمراء، ومع ذلك الله يسامح الجميع. رمضان كريم، بالصحة والسلام والخير يا رب.